ومن رام الله ينضم إلينا عبر خدمة سكايب خليل شاهين، مدير البحوث بالمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خليل. لو بدأنا بما قاله بلينكين خلال هذا الظهور، ما الذي يقوله ذلك عن أجندة الزيارة الرابعة إلى المنطقة والمتوقع منها؟ إلى الجوهر في جولة بلينكين هو عدم توسيع الصراع ليصبح صراعا إقليميا، أي تركيز العمليات على استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة من أجل القضاء على يعني قدرات حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى، الاستمرار في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يعني حصر مجمل يعني التركيز على قطاع غزة في هذه المرحلة وعدم توسع الصراع، وهو الأمر الذي يعني إعطاء إسرائيل كل ما تحتاجه من وقت وكذلك من عتاد أمريكي من أجل الاستمرار في حرب الإبادة التي يعني تشنها على قطاع غزة والمدنيين بشكل يعني خاص. لا يوجد جديد في جولة بلينكين سوى سعيه من أجل عدم توسيع نطاق الصراع وخاصة فيما يتعلق بالجبهة يعني الشمالية، وكذلك فيما يتعلق بموضوع ما يسمى أمن الملاحة في البحر الأحمر، علما بأن اليمنيين لا يستهدفون يعني سوى يعني السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ولذلك لا يوجد خطر يهدد السفن الأخرى التي يمكن أن يعني تعبر باب المندب باتجاه موانئ أخرى. لذلك أعتقد أن جوهر الموقف الأمريكي لا يزال يدعم استمرار الحرب وليس وقف الحرب، خلافا لمواقف عديدة شهدناها بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة بوريل إلى مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، الذي أكد على ضرورة أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه لا يمكن الانتظار أكثر على استمرار هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وسقوط الأعداد الكبيرة من المدنيين الفلسطينيين بفعل استمرار يعني القصف الجوي الإسرائيلي والعمليات يعني البرية. حتى الآن الولايات المتحدة لا تزال تراوح في نفس المربع، وهو يعني دعم أهداف الحرب التي تشنها إسرائيل يعني ضد الشعب الفلسطيني وعدم يعني الانتقال إلى موقف آخر، رغم يعني كل ما نسمعه من انتقادات من أوساط أمريكية لسلوك الحكومة الإسرائيلية، الغضب من يعني مواقف الأطراف الأكثر تطرفا داخل الحكومة وخاصة سموتريتش وبن غفير، لكن في النهاية يعني الموقف الأمريكي حتى الآن لا يرتقي حتى إلى مستوى الخلافات المتصاعدة داخليا في إسرائيل والمظاهرات التي شهدناها هذا المساء والتي تطالب نتنياهو يعني بالرحيل. الموقف الأمريكي حتى الآن لا يزال متخلفا حتى عن مواقف بعض الأطراف في داخل إسرائيل التي تدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار حتى ولو كان في سبيل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. سيد خليل، هذا متغير مهم يأتي معه بلينكين في المرة الرابعة إلى إسرائيل، يضاف إليه أيضا هذه الخطة التي كشف عنها وزير الأمن يواف جالانت، وللولايات المتحدة بحسب ما جاء فيها دور كبير، لكن ما رأيك فيما يخرج أمريكيا بشأن هذه الخطة أو ما تسميه إسرائيل باليوم التالي؟ خطة جالانت هي خطة مصممة لإرضاء مختلف الأطراف، يعني كل طرف يجد فيها شيء يرضيه، يعني هي ترضي الولايات المتحدة من خلال الحديث عن يعني وجود إسرائيلي في قطاع غزة ولكن مع إدارة ذاتية فلسطينية، يرضي نتنياهو من خلال الحديث عن عدم عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ولا عودة حركة حماس بالتأكيد إلى أي شكل من أشكال المشاركة في حكم يعني قطاع غزة، ويرضي اليمين الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية من خلال الحديث عن بقاء الجيش يعني الإسرائيلي واستمرار الحرب، يعني بمعنى أنها خليط من المواقف غير الواقعية وغير القابلة للتحقيق، لذلك هي أثارت الخلافات من قبل الجميع، يعني كل الأطراف لم تكن راضية عن خطة جالانت ولم يتح المجال لمناقشتها في اجتماع الكابينت الذي يعني هيمنت عليها الخلافات الداخلية وخاصة الهجوم العنيف الذي يقف ووقف وراءه نتنياهو من على رئيس الأركان الذي شكلت حاول أن يشكل لجنة تحقيق يعني داخلية في الجيش الإسرائيلي أملا بإبعاد يعني شبهة أو إمكانية تحميل المستوى العسكري المسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر والتي تحدث الآن
يعني ما بعد 7 من اكتوبر في اطار يعني الفشل في تحقيق اهداف الحرب التي حددها المستوى السياسي. لذلك اعتقد ان يعني جوهر يعني المشكله بان جالنت لم يقدم خطه يوجد عليها اجماع لا في داخل الكابينت الاسرائيلي ولا داخل المجتمع يعني الاسرائيلي، وهي في نهايه الامر يعني خطه تعني استمرار احتلال قطاع غزه لفتره طويله، على الاقل احتلال اجزاء واسعه من قطاع غزه. بعض السيناريوهات فيما يتعلق بالسيطره الامنيه الاسرائيليه تتحدث عن امكانيه انشاء منطقه عازله، والمنطقه العازله التي يجري الحديث عنها هي ليست يعني واضحه حتى الان، لكن هناك تقديرات بانها قد يعني تتضمن السيطره على شريط في قطاع غزه يلتهم ما بين 30 الى 50% من مساحه قطاع غزه. ولذلك نحن يعني امام حاله من استمرار الاحتلال يعني في قطاع غزه، ومن ثم محاوله تشكيل اداره مدنيه او ادارات من العشائر وربما بعض الشخصيات او الكفاءات في قطاع غزه تكون عميله لسلطه الاحتلال ذاتها. نحن نتحدث هنا عن خطه قدمها جالانت يعني عباره عن يعني فرض منظومه من السيطره متعدده الطبقات. الطبقة العليا فيها هي السيطرة الأمنية العليا للجيش الإسرائيلي من خلال وجود احتلالي مباشر في قطاع غزة، ومن ثم تحتها يوجد هيئة دولية أو إقليمية تتولى يعني المسؤولية عن المساعدات، عن عملية إعادة الإعمار، تحتها مستوى آخر من الإدارة الذاتية أو الإدارات الذاتية من خلال لجان تدير مناطق، والمناطق التي يتحدث عنها قالت على الأرجح هي المناطق التي سوف تسمح إسرائيل بعودة السكان إليها في وخاصة في مدينة غزة وشمالها، وليس عودة جماعية إلى كل يعني لكل السكان إلى كل المناطق التي أجبروا على النزوح يعني منها. وهذه الإدارة الذاتية سوف تكون تابعة للسلطة العسكرية أي سلطة الاحتلال، شيء شبيه بما كان قائما في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ما قبل اتفاق أوسلو، حيث كانت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هي التي تدير يعني الشؤون السكان الفلسطينيين من خلال يعني إدارات ومجالس وهيئات يعني تتابع تقديم الخدمات للسكان. هذا ما يطمح إليه يعني جالنت، لكن حتى هذا الاقتراح مرفوض من قبل نتنياهو بالمناسبه، وكذلك الاطراف الاكثر يعني تطرفا في مكونات الصهيونيه الدينيه، سواء حزب الصهيونيه الدينيه بقياده سموتريتش او العظمه ويفترض انه مرفوض امريكيا سيد خليل ايضا، الى اي مدى تتوقع ان يخرج هذا الرفض علنا خلال هذه الجوله؟ يعني لست مؤكدا ان مجمل الاقتراح الذي قدمه جالانت مرفوض امريكيا، اعتقد ان في هناك اجزاء من المقترح ربما تتعامل مع الولايات المتحده وتحاول ان تبني عن عليها وان يعني تطورها، وخاصه ان اقتراح جالانت لا يعني لا يتضمن يعني البعد المتعلق باستمرار الاحتلال العسكري لفتره طويله في قطاع غزه، ثانيا هو ليس مع عوده الاستيطان الى قطاع غزه، لان بن كبير وسموتريتش يطالبون ليس فقط بالعوده الى قطاع غزه، هم يدعمون الان الجمعيات الاسرائيليه التي تضع خطط من اجل اعاده الاستيطان الى قطاع غزه، وخاصه اعاده بناء 3 مستوطنات كانت موجوده حتى العام 2005 في شمال قطاع غزه. لذلك يعني اعتقد ان الامريكيين سوف يجدون بعض يعني المكونات في الخطه التي تصلح للتعامل معها، وربما يعني يكون الموقف الامريكي انه يعني ان التعامل مع مثل هذه الخطط هو الذي يجبر اسرائيل على التعامل مع يعني اليوم التالي في قطاع غزه وتقديم اجابات. المشكله الاساسيه يعني هي الافتراض الاسرائيلي والامريكي ان هناك سيناريو وحيد، وهنا اسرائيل سوف تنتصر يعني في هذه الحرب الدمويه في قطاع غزه، وبالتالي يجري البحث في يعني اليوم التالي في قطاع غزه على اساس ان هناك فرضيه وحيده، لا هناك فرضيات اخرى، يمكن ان يكسر الهجوم الاسرائيلي في قطاع غزه، يمكن ان يتحطم يعني في خان يونس وان ينهك الجيش الاسرائيلي وان لا يكون قادر على الانتقال الى مرحله جديده فيما يتعلق بالانتقال
إلى يعني عمليات عسكرية برية في جنوب قطاع غزة وخاصة في منطقة رفح، بما يفتح المجال أمام إمكانية حدوث تهجير قسري للفلسطينيين هناك عبر دفع المواطنين تحت وطأة القصف وعمليات القتل الجماعي للفرار يعني باتجاه يعني مصر. لا، هناك بعض السيناريوهات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وهي اننا بدل ما ان نبحث اليوم التالي في قطاع غزه، بات مطروحا الان اليوم التالي في اسرائيل من خلال ما نشهده من خلافات في داخل المجلس الكابينت، في مجلس الحرب اطراف في داخل الكابينت مثل بن كفير وسمتريتش يطالبون ب يعني بحل الصيغه الحاليه وصيغه مجلس الحرب واعاده القرار الى مجلس الى الكابينت الاسرائيلي. مظاهرات في اسرائيل تضغط ليس فقط على نتنياهو، تضغط على جانس من اجل الانسحاب من الحكومه. من رام الله عبر خدمة سكايب سيد خليل شاهين مدير البحوث في المركز الفلسطيني لابحاث السياسات، شكرا جزيلا لك.